وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. السؤال يقول: هل يجوز في الإسلام إقامة أو عقد جماعات؟ وهل الحزبية من خصائص المسلمين؟ أولا يا إخواننا، لا يجوز في الإسلام تفرقة المسلمين إلى مجموعات وإلى فرق وطوائف، ده موجود لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولقوله تعالى: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. مشركين دلياتهم، قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أصل الجماعات بتفارق الحق، شكد ربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة للآية: إن الذين فارقوا دينهم. أول ما يفارقوا دينهم هيعملوا جماعة جديدة. أنت لاحظ وراك، ما في جماعة بتقوم أو فرقة أو طائفة إلا وهي فارقت دين النبي عليه الصلاة والسلام. قول الكلام ده ما كده. الآن أنت شوف أي طريقة من الطرق الموجودة، أي طريقة، شوف مكونات الطريقة دي شنو، بتلقى المكونات بتاعتها إنه عندهم ذكر جديد، وعندهم زي لبس جديد. التجانية بتلبس أحمر، أحمر الشديد ده بأخضر، فهمت؟ مع أصفر مرات، أحمر بأخضر، دي تجانية. مما تلقى واحد لابس جلابية أخضر بأصفر بأبيض، ديل الختمية. تلقى طاقية برتغالية، ديل بتاعنا السوق الشعبي بيجاي، برهانية. عملوا زي براهم، عملوا ذكر ورد، تلقاهم ماسكين عدد جماعة قاعدين بالليل، والشيخ اداهم عدد يقول لك: تقول يا دايم 6340 مرة، ترفع معاك راعة كده وتكفل عين واحدة، وكان جاتك حاجة ما تخاف، ما أصلا حيجيك حاجة. يعني أنت بتعمل عملية زي دي معناها بيجيك حاجة، في شيء بيجي، في شيطان شغال مع الجماعة ديل. أول ما الذكر ده يدور، فهمت؟ شيطان بيجيك نابط بقرنين يقول لك: كان جاك ما تخاف. ما خاف كيف يا ناس؟ الله يهديكم. فشوف، أصلا فرق في الإسلام ما في، ما في فرق، الجماعة واحدة، جماعة المسلمين واحدة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واحد شكله، دائما تلاحظ في القرآن الحق بيكون واحد، واحد بس. ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واحد قال: ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق بتودي جهنم كثيرة. يعني أنت ممكن تمشي جهنم بفكر من الأفكار الصوفية دي. أنت قاعد بتودي جهنم دي بتودي وين يعني؟ لا بس سؤال، دي حتوديك وين؟ أنت تمشي تقابل ربك يوم القيامة
ربنا بيسألك كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله بيسألك من الزول التنادي في الدنيا دي، لما انت تقوم على حالك وتمغي كده تقول يا وتحزونا، ده الله بيسألك منه يوم القيامة، يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وينه الكتب تناديه؟ خليه يجي مرقك من الورطة دي انت. ربنا بيسألك منه، ها تقول له الله والله نحن يا الله كنا زمان تبع وتحسونا، يقول لك امشي خليها وتحسونا يجي مرقك. ما ده كده النظام. قال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وينهم؟ خليه يجي يطلعك. اها تقول لي الله احنا تبع وتحسونا، الله قال لك اتبع وتحسونا، الله قال لك اتبع القرآن، الله قال لك اتبع الكباشي. لا، ربنا قال في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الله بيسألك من الرسل، انت تابعت حد غير الرسل؟ شيل شيلتك بعد يوم القيامة. واحد من التابعين قال كلمتان: يسأل عنهما الأولون والآخرون. في كلمتين بيسألوك عنهم بعدين. الأولى قال: ماذا كنتم تعبدون؟ بتعبدوا منو؟ بيسألوك أنت جوابك شنو؟ تقول الله احنا في الشدايد من نادي أحمد التجاني والربطة. دي ورطة لا أول لها ولا آخر. ليه ورطة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. النبي صادق ولا مكذب يا اخوان؟ ما كذب، كذب ده ما في. قال لك كمان وانت بتدعو مع الله جهنم جوا خوالي. عشان كده السؤال الاول قال: ماذا كنتم تعبدون؟ ده سؤال نمرة واحد. السؤال الثاني: ماذا اجبتم المرسلين؟ اقول لنا احنا طريقتنا زي ما ذاك اللي في القصيده قال: الطريقه امسك فيها، الطريقه لا تخليها امسك فيها واعرف امرك بعدين يوم القيامه. وبالتالي انت لو دار تمشي لام عديل تمشي على الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده للناس في القران. الصراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انت تخلي ملة ابراهيم اللي هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم وملة جميع الانبياء، تخليها تمشي تبارك البرعي. البرعي قال ليه؟ استاذك يا فضيل، ده انت لو جيت معاه شوف وديك وين. قال: استاذك يا فضيل كن عنده ذليل حقير. يعني انت تبقى حقير وذليل تابع للشيخ. ده الدين اللي ربنا رسل به محمد صلى الله عليه وسلم ابدا لا. قال: لا تمل ابدا لغير. يعني انت لو شيخك التجاني ما تمشي للفرهاني، امسك بس الشيخ ده. قال: اخدم من غير ايجار وكله قريب جار. تخدم الشيخ وتبقى معاه، وده استاذك وده اللي بينفعك بعدين، وده كله كذب على الله سبحانه وتعالى. عشان كده نحن بنكلمك النصيحه، نحن هنا بندعوك لفرقه
ولا إلى طائفة ولا إلى حزب من الأحزاب. نحن بندعوك إنك تنتمي للنبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودينه هو الدين الحق والدين اكتمل، ما في زيادة ثانية في الدين الإسلامي. ماذا قلت أجيب لك نظريات؟ تقول أدونا ذكر وقالوا أمسكوا السبحة الليل كله مطنومه، منو قال لك مطنوم؟ هن بجبل الرسالة بنوم، أنت ما نايم لا شو يعني؟ تفلح من الرسول يعني؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، قال: وإني أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأقام وأنام. النبي بقيم الليل ويوم بنوم، ده النبي صلى الله عليه وسلم ذاته. تدري لا احنا عندنا الصايم ديما، صايم ديما ما بيفطر، كذاب. بالنسبه لك انت، انت شايفه صايم ديما، لكن لما نخش الدخنون بتاعه ذاك انت عارفه بيسوي شنو جوا؟ يقول لك والله اكلنا الفته، الفته متوم حمتنا النوم، الفته دي اللحم بتاعها غيره اللي اكلوا منو؟ امشي ازار الشيخ. ها انت صايم عادة يجي يغش يقول لك ده صايم ديما، والقلة صوم ديما من ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما بصوم طوالي، عشان كده جاء في البخاري حديث الصحابي ابي اسرائيل، ده صحابي صحابة لقوه واقف برا، النبي صلى الله عليه وسلم راه واقف في الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ماله هذا؟ ده ماله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، قد نذر النذر الواحد، نذر بأربع حاجات. عشان تعرف إن الدين الإسلامي ده ما تنظير، بس أفهم الحديث ده بيفرتك لك التصوف في راسك ده كله. زول ماسك نسبحة فهمت، وزول جاري الليل كله يا دايم يا دايم يا دايم، واقلب بهين يا دايم بالشمال يا ناس، ده ما دين. أعرف إنه ده ما دين، سبحة لا روبة وعشاينة طويلة تلقى كاتل لك حيل في الشارع ماشي بالراحة كده، نظام الود مؤمن يعني، تلقى كاتل حيل وكده خاشع ما تمشي. وما أنا لو عندي حق أقول طكف في إمتى السبحة تطير من إيدك ذاتك، مستهدف سايدة ما دين يا ناس، ده ما دين. كم ما تتغشى أنت، أعرف الحقيقة دي. بس أبو إسرائيل صحابي نذر بأربع حاجات عنده يعملها. الأولى نذر أن يصوم، قال الليلة صيام. الثانية نذر أن لا يستظل، يقعد في الشمس برا هناك ما يخش الظلم. الثالثة نذر أن لا يتكلم، قال ما بتكلم. الرابعة نذر أن لا يجلس، ما يقعد، كن واقف على حيله، يعني صايم صايم ويقف في الشمس ويجيب على حاله وما يتكلم. دي أربع حاجات النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ثلاثة، لأنه ده عذاب للنفس، ما دين ما دين ده. نهاه عن ثلاثة، قال مروه نمرة واحد أن يستظل، يخش الظل، لأنه ما في عبادة يسمى تقعد في الشمس. في شيخ صوفي في غرب السودان هناك، ده قال اسمه فك الحر ولا فك الشمس ما عارف، ده قاعد في الشمس برا، خد بالك. والناس قايلين له رجل دين، يجوا يقول لا مولانا كده ما تخش الظلم، يقول لا انا هيني بس، هيني شنو؟ قال لك اقعد في الشمس منو؟ خش الظلم يا ونبي قاعد في الظلم، انت قاعد في الشمس منو؟ يقول لك لا بس نحن طبعا في الطريقه دي لابد نقعد هنا في المحل ده. يا زلمة ما بدك، قال لك اقعد في الشمس، الله هديك، قال دار اقعد في الشمس. شكل هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه ان يستظل، خش الظل، ما في عباده تقعد في الشمس، ما عذاب العباده، ما عذاب يا ناس، ما عذاب للنفس، العباده اتباع للصراط المستقيم. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
الدين ما هو مزاجات، يعني انت قاعد في الشمس معناه الله بيديك اجر؟ لا لا، ممكن تاني واحد يمشي يخش الظل جوا والقلو مكيف بارد ويفرش الولايه ويرقد ونوم عشان يقوم يصلي لها ركعتين بالليل، ده بيلقى اجر، وانت قاعد في الشمس رمادت خشبك ما بتلقى، ما عندك حاجه، لانه ده عذاب للنفس وربنا ما امر به. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نروه ان يستظل نمره واحد خش الظل. نمرة اثنين قال وأن يتكلم، لأنه ما في عبادة اسمها تسكت سايتة. أنت لو بتسكت عن المنكر ما بتتكلم بالمنكر يعني معليش اسكت، لو ما قدرت تتكلم بالباطل معليش اسكت، لكن تسكت كله كله تب ما في كلام صامت. يعني جاي تسأله مولانا تلقى قاعد مولانا، ده زي واحد في الزريبة قال تخيل، خد مع بالك معاي دي بلوتنا نحن في البلد، شوف الزرايب دي، الزرايب دي دي بالرطة، نحن ما زرايب البقر دي بتجيب لبن فيها فايدة، لكن الزرايب بتاعت البهايم دي دي بالرطة نحن ذاته، لأن واحد بيعمل له زريبة وبيجيب له دين جديد جوا الزريبة بتاعته دي، فهمت؟ زريبة قرعي، زريبة مكاشفي، ما بتلقاها سكاتبينها في البصات والدفارات، يقول لك في زريبة المكاشف. انت الكلمة دي فاهم معناها؟ يعني معناها عربي تدي محروسة بزريبة المكاشف بتحارسها، وانت عارف بعد بتلقاها مقلوبة ولساتيك لفوق تلقى ورا كاتبين على زريبة المكاشف. طيب المكاشف ده بيشتغل بتين يعني؟ بالظبط بيشتغل بتين المكاشف ده عشان تعرف الكذب. فدات الزريبة جابوا في الجريدة قال 7 سنة ما تكلم بس ساكت كده، كان جي ساعد هوي ها في شنو سوي لك ها فطرت سوي لك بس ما في كلام صامت 7 سنة قال بتاع الصحيفة سألوا قال له لماذا تركت الكلام؟ قال هو الذي تركني. يا اخوان انتوا لقيتهم كلام بيخلي له زول ولا انت بتخليه براك؟ قال هو الذي تركني، عامل فيها فيلسوف يعني، الزول ده فتح خشمه بعد 7 سنة، ده دين؟ ده معناه اول حاجه ما امر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا صلى على النبي ذاته، خلي بالك معاي، لانه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط في الذكر ذاته انك تذكر بلسانك، الذكر ده باللسان، انت قال الذكر ده بالصوم خشبك، هسه تلقى صوفي ماسك له سبحه، عشان تعرف كله دين باطل جد، فهمت؟ تلقى ماسك سبحه وصام من خشمه كده، السبحه دي تسال نفسك ده بقول شنو؟ السبحه ماشيه وصام قدومه وتلقى صار لك انت جوا هناك صار لك في شنو يا مسلم؟ انت مالك؟ ما في ذكر انت صامت خشمك. عشان كده رب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كلمتان خفيفتان على اللسان، لانه الذكر ده باللسان، انت بتحرك خشمك بتذكر، لكن تلقى صامت قدومه، معناه ده ما ذكر، ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الله، ما قرا قران، لانه قال ده 7 سنة ما فتح خشمه تكلم، خشمه ده بعفن المسكين ده. على اي حال نرجع للحديث هناك، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم. انت عارف بالمناسبة حرام تسكت من الصباح لحد المغرب، لحد بالليل يعني، تسكت كده بس تقول لنا كلام ما في، لنا ساكتين بس نحن ما دارين يكتبوا علينا اي حاجة، ده حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمى بعد احتلام، يعني زول لو بقى لو احتلم بلغ الشاب يعني ولا البنت بعد ما بلغت تاني ما تقول لي انا يتيم، لما يجي واحد عشان ابو طويل تقول له ابوي مات ولا انا يتيم، يتيم شو يمشي كده؟ لا يتم بعد الحلم، انت بلغت تاني يتم ما في يتيم تاني، فهمت؟ قال ولا سمات الى الليل، ما تسكت لحد الليل، افتح خشمك ده قول حاجه، صلي على النبي، افتح خشمك ده اذكر الله اقرا قران، ما في سكات حرام ده ما بجوز، لكن ده سكت 7 سنة الصوفي، هل بيسال امه؟ تقدر تسال انت؟ تقول لا صوفي انت ساكت مالك؟
بقى طلعوه قال الادب ولك يطعن في الاولياء شايف يطعن في الصالحين وين الصالحين الله يهديك يا الساكت ده دار له بسطون عشان يقول واي شفت واحده بس يفتح خشمه ده ودي طبعا بدار الحكومه نحن ما عندنا سلطان عشان ما تسمع كلامنا ده تقول الجماعه ده بتاع بساطين اكلمها فيني مره واحد ممكن يديني دره لا 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 نزلك انا بقول لك اتكلم بس اتكلم افتح خشمك ده لكن لو ابيت بطريقتك بس الحكومه ممكن تديك بسطونه يجيك عسكري رغيب اول ده تقول لي حياتك يقول لك اتكلم يقول لهم هم جيب البسطونه ولا تنسى